من جهتها نشرت الغرفة الأمنية المشتركة لمنطقة الخليج العسكرية قواتها داخل مدينة جدابية، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لمنطقة الخليج العسكرية. كما أشار مكتب الإعلام لمنطقة الخليج العسكرية إلى أن نقاط التفتيش تقوم بإزالة الزجاج المعتم من أجل حفظ الأمن داخل المدينة. يشار إلى أن رئيس الغرفة الأمنية المشتركة الخليج بحث خلال الأيام الماضية سبل وضع خطة أمنية محكمة ومناقشة المشاكل والعراقيل التي تواجه البلدية داخل نطاق منطقة الخليج.